شويه سجن عند الدكتور شويه وهنقلك من المستوصف ده نوديك على المستشفى كويس ما تخافيش يا سعد. الحمد لله لحد لحد اشوفك قبل ما اموت. قلت ايه بس الكلام ده؟ هتبقي زي الفل ان شاء الله ما تخافيش. جميل يا شباب، انا ما عملتش حاجه فوقها هتبقى كويسه ان شاء الله. كل ده ما عملتش حاجه، صوت سري وقوي كنت حن علي ابنهم اللي هبل عملته وهرب. افتكر يا حسن ولا هيسامحني؟ ربنا كبير يا شباب، ربنا بيسامح الكل. الواد اللي جبته للدنيا وحسيب هو كمان هيسامحني. متخافيش يا شباب، الواد انا هكتبه باسمي وهيفضل عايش طول عمره ابن حلال ومرفوع الراس. متخافيش. كفايه عليك لحدك، بس عايز اطلب منك حاجه. وامور يا شباب، خد الواد، خد الواد واديه لاختي. حسن محمد الرسول. الله يرحمك يا شباب، كان كل حلمك راجل تحبيه وحبك وتجيبي منه حتة عيل قبل ما العمر يعدي. شفتي بقى الدنيا بتعمل ايه؟ عيلتين من غيرك واب ندل سابه اتكتب باسم واحد غيره، يا ترى بقى الدنيا هتوريك تاني؟ وانت بقى يا حسن هتعمل ايه مع والدك؟